خصائص هذا اليوم كثرة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة اللي هو الخميس ليلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.